السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ توحشتكم بزاف. اليوم نهار جديد ان شاء الله. بغيت نشارك معكم واحد كلاص كيعجبني انا بعدا كنا شخصيا. كنزيد عليه شي مكونات اش كيجي زوين والله. الا عائلتي كيقولوا لي ديما ديريه لينا. كنديرو بهذا المكون، هذا ضروري يكون ايديال. ايديال هو هذا اللي تيجي زوين بزاف، حيت كاينين دي كلاص بطاطس مختلفين، ولكن هذا البنات زوين بزاف ايديال. انتم راه كاين فاني، كاين شوكولا، كاين فريز، اللي بغيتو. انا كندير هذا. هو غادي نديرو هنا، هما في الوصفه في البواطه دايرين لك انك ديريه في رابعه ديال رابعه الحليب، لكن انا كنديرو في نص سيترو ديال الحليب. بسم الله على بركه الله. نقلبوا الغير شويه عاد نجهدوا البوليو. الحجم ديالو راه بدا كيطلع. الشكل ديالو شتيها كي ولا عقاد. هذا كاع تقدروا ديروا اون تارت غير لو فون دو تارت، وديروا فوق منه هذا يجي اون كلاص، وزوقوا من الفوق كيجي غزال. انا غادي نديرو في هذا المول هادي. جبت واحد جوج المكونات، هذا كاوكاو عرفتي كيجي بحال كتاكلي كورني، لان كيكون فيه من الفوق كاوكاو كيجي بحال اللي كتاكليه ان كورني. المهم غادي ندير شويه هنا الاخر، ندير هنا مكون ثالث. ثالث غادي نهنا شوكولات كوكيز. غادي ندير شويه هنا، شويه غادي نديرو هنا هكا، يجي غير زبق من الفوق. انا غنخلط هاد الخليط، صدقوني يا بنات والله الا دابا راه واخا هكاك راه باقي الصاد شويه، يعني بنادم يديرو تبرد بيه هكا الوليدات، وزعما في المتناول ورخيص ماشي بزاف. هاد البوطه هادي انا كنشريها بشي 13 درهم كاع ولا 14 درهم. ديما كناخذ ديك 3 دراهم، كنشري 3 دراهم ديال الكاوكاو من دادو ديك كيصيبو هادشي ديال الزريعه ولا داكشي، وكنطحنو اولا كنصيبو في الدار كاوكاو كنحمر شويه. المهم تيجي بنين. و سيترو الحليب، سيترو الحليب راه تبارك الله فيه الخير والبركة. Thank you.
شويه، غندخلها للفريكو، ومنين تجمد غنوريكم الطبق النهائي كي غيجي ان شاء الله. ها هو الكلاص ديالي كي جا غزال، كي جاكم؟ باقي غنكملو ندير ليه اللمسات الاخيره ونوريه لكم ان شاء الله. بعدا نزوقهم الفوق من بالشوكولا. من دابا خاصو يتكال الله الا كيعجبني لا كلاص هكا ديال الدار نصاوبو، يكون عندي شي حد اللي ياكلو معايا. مهم انا غنشاركو معاكم ان شاء الله، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. لا كلاص ديالي الديكور الاخراني ها هو درتو ليه، كنتمنى يعجبكم، وراه كيجي بنين وغزال والله ما تشبعوا منه. كنتمنىكم تجربوه وديروا ما تكثروا ما تهملوش لايك 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 وبارطاجيو. وشكرا صحباتي والبنات البقوصات الزوينات ديالي، الله يخليكم ليا وديما كتفرحوني بالتشجيعات ديالكم. كنقول لكم ان شاء الله في وصفه جايه ان شاء الله، وبسلام عليكم.